وفيه أيضا الاعتبار والاتعاظ بما يشاهد من آيات الله الكونية، ليس هو الميثاق. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل المقصود بالآيات البينات جميع آيات القرآن؟ وما معنى الآيات التي وردت بالحروف المقطعة كقوله سبحانه ألف لام ميم؟ نحن قلنا أن القرآن كله بين، لأن الآيات المجملة والآيات المتشابهة تفسرها الآيات الواضحة، ومن ذلك الحروف المقطعة فهي من المتشابه الذي يبينه المحكم حينما يرد بعضه إلى بعض، لكن هذا يحتاج إلى الراسخين في العلم، مع كل يستطيع هذا، إنما هذا من شأن الراسخين في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أما أهل الزيغ والضلال فهم يقطعون القرآن ويأخذون بعضه ويتركون البعض الآخر، هذه طريقة أهل الزيغ. أما الراسخون في العلم فإنهم يؤمنون بالقرآن كله بمحكمه وبمتشابهه، فيردون المتشابه إلى المحكم ويفسرونه به ويقولون كل ما آمنا به كل من عند ربنا. نعم.